السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع عادل. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال. اليوم هنشارككم أجواء أواخر شهر رمضان المبارك في الشارع المغربي، وأيضا سأقدم لكم بريوات بالدجاج والكروفيت القمرون. تابعوا معي وشكرا. ولمن يهمه الأمر بالنسبة لورقة البسطيلة ديال البخار، هناك بائع على دور العام في مدينة سلا عنده الجودة الممتازة بشهادة كثير من الزبناء. والاتصال بالبائع سنكتب رقم هاتفه في صندوق الوصف. والآن ندوز لطريقة التحضير. بالنسبة لبريوة الدجاج، عندي في المقادير زيت الزيتون، بصلة، ثوم، الفطر أبيض وأسود، الجزر، قرعة خضراء. نضع الفطر الأبيض والفطر الأسود، ثم الجزر والقرعة الخضراء، نخلطهم جيدا. بالنسبة لبريوات الكروفيت القمرون، عندي في المقادير زيت الزيتون، الفطر أبيض وأسود، 2 فصوص الثوم، توابل بريوات الدجاج، عندي إبزر، زنجبيل، توابل بريوات الكروفيت، عندي إبزر، زنجبيل وتوابل السمك وقليل من الملح. في هذه المرحلة كنتبخشر الكروفيت حتى تيغليو مزيان، ومن بعد كنصب الكروفيت على الشعرية الصينية حتى كتشرب مزيان، وكذلك الشعرية لا نحتاجها للدجاج، كنصب فوق منها الماء يكون غلي مزيان. والآن كنوضع 3 قطع من الجبن كيري بالسعر، كيعطيو التعليكة وكيكون مذاق رائع. والآن انتهيت، كنطفي نار البيضاء وكنضيف الكزبرة والمعدنوس، الزيت الأبيض مقطع وقليل من صوص السوشا. كذلك بالنسبة للكروفيت كنضيف شعرية الصينية، قليل من جبنة الموتزاريلا، كنضفي غاز البوطان وكنضيف الكزبرة والمعدنوس، زيتون أبيض مقطع، قليل من صوص السوجا. والآن تبدأ في المرحلة اللي من بعد الأخيرة، عندي ورقة البسطيلة كنقطعوها على شكل مثلث بالنسبة للسيجار، وبالنسبة للبيضات كنقطعوها على شكل طول.
نبداو نحضروا البريوات ديالنا، نعمروا المخاليط ديال الكروفيت الدجاج، ساهلين في التحضير كيوجدوا بسرعه الصراحه وما كيستحقوش الوقت كثير، بس على العزيمه كتاكل حاجه نقيه في البيت تاعك. تابعوا معي الطريقة، طريقة سهلة عندي بيضاء باش نسد البريوات تاعي باش ما يتحللياش ملي نكون كنقلي. والآن تندير البريوات تاعي في كيس بلاستيكي للتخزين في الثلاجة، وتبقى ناخد كل يوم القياس اللي عنقد عليه وتبقوا في أمان لمدة غير محدود. والآن كما كتشاهدوا انتهيت من تحضير البريوات، ودابا تندوز للمرحلة الأخيرة، تبدا نقلي البريوات تاعي والباقي كنديرو في الفران الفرن، ولكن بالنسبة لي أنا تعجبوني مقليين، تيجيو مقرمشين وتبقاو بزاز. كما كتشاهدوا البريوات تاعي جاهزين محمرين، جاو زوينين مقرمشين. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، نتمنى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم المزيد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى.